اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم حامد القباني من قناه حامد القباني. في هذا المقطع في ثلاث اشياء مهمه جدا بتكلم فيها. ليش كنت بتكلم عن هذا الشيء؟ انه شيء نفسي جدا وضروري انك تكون يعني متحمس تحب الشيء اللي انت تبغى تسويه. What's happening is you're living a fake world to yourself, but you know it, which then changes your behavior and the way that you interact with others. هذه النقطة رقم واحد. مشكلة كبيرة جدا انك انت تحاول تزيف من حركاتك عشان تخلي الناس يتقبلوك، والاكبر من كذا انك انت لما تتزيف تحس انك انت من جد ترى هذا مو انت، وانه كل الكلام اللي قاعد يصير كذب. وهذه مشكلة انا اتكلم عنها لانه في اليوتيوب الناس ما تعرف ايش يصير وراء الكاميرا او مين هذا الشخص الحقيقي اللي قاعد يتكلم قدامك، وهل هذا من جد هو كذا ولا في الحقيقة شيء ثاني، ولا هو قاعد يصطنع على الاشياء اللي قاعد يسويها او اي سبب من كان. هذه نقطة رقم واحد، واللي هي لا تتصنع عشان تكون شيء افضل وانت اصلا ما انت مقتنع في نفسك. نقطة رقم اثنين، قالت ثلاثة هي هو زي الحوار، هو يجاوب على الناس. هو طبعا هذا الانسان مرة خرافي، سوى يعني انفستر في تويتر وسناب شات واوبر، فيعني مرة انسان هنا عقله خرافي وشجاع وكلامه خرافي، ليه مقاطع كثيرة. يعني هو يهتم في التطوير الذاتي، هو ده الكلمة اللي كنت ابغى ادور عليها، هو مهتم جدا في التطوير الذاتي. فهي سألته قالت له انا احس انه انا اخذت يعني فليتها، على قولتهم فليتها فترة معينة في حياتي، واحس انه الحين لازم اكون انسان يعني جدي اكثر. لا يا حبيبي مو كذا الموضوع، مو انك انت وقت ما تبغى تفل تفل وتخلي سنتين ثلاثة تضيع من حياتك بعدين تقول والله يوم من الايام ابغى اصير جدي. لا، هي سنين تتدرب نفسيا انك انت تكون انسان منتظم، بعدين يصير هذا الشخص اللي هو الشخص اللي منك يصير احسن. لكن تيجي تقول لي والله انا ابغى فل في البدايه، انا الحين صغير، وبعدين بعد ان شاء الله بعد 3 سنوات او 4 سنوات لما يمكن اتزوج اصير انسان احسن. لا، مو الموضوع مو سهل بدي الدرجه انك انت خلاص في يوم وليله خلاص حينزل عليك الوحي وفجاه حتصير انسان افضل. فاذا تبغى تصير انسان افضل من اليوم الان، بعد ما تخلص تشوف هذا المقطع، من اليوم الان اي عاده عندك ما تبغاها اتركها يا اخي. دحين قرر، قول يا اخي انا خلاص في شيء 1 2 3 انا ما ابغاه في حياتي، ابغى اتركه. واذا يا اخي عندك احد ايش اسمه قاطعه، يا اخي اتصل عليه ولا ارسل له رساله. ليش كذا عندنا والله ما ابغى والله ما ليه؟ يوم من الايام هو حيموت انت حتموت، بعدين ايش يفكك؟ بالله ايش يفكك؟ النقطة الثالثة وهي أهم نقطة، وأنا يعني أبني فيها ده بس الجزء من الفلوغ، البروسس، المرحلة أو خلينا نقول من ألف إلى باء، أو من 1 إلى 100 واللي هو الهدف. المشكلة إنه كثير من الناس ما يحب اللي من 2 إلى 99، الناس تحب يا 1 يا 100، وهذه مشكلة كبيرة. وكثير من الناس تفشل في الحياة بسبب هذا الشيء، انه يحاول في شيء معين يفشل مرة مرتين ثلاثة يبدأ يوقف هذا الشيء اللي هو يبغاه. هي طموح في حياته صعب جدا، وهذه النقطة اللي اتكلم عليها، ويعني حقيقة يعني هي هيتس مي، يعني حسيت انه صقعني في راسي كذا، يعني خلاني ابدا استوعب انه كيف لو كنت من عمرك، هو قال الكلام هذا، هو كان عمره من 22 الين 30 كان يشتغل، ولين هو يقول في عقله من 22 الين 30 اشتغل وكانك ما راح تلاقي اي فايده من هذا الشغل. يعني تبدا تشتغل 8 سنوات وانت ما انت عارف ايش الهدف او ايش النتيجه اللي قاعد تطلع من هذه ال8 سنوات. متصور انت 8 سنوات ما تعرف انت ايش حيكون الهدف حقك؟ يقول حب الجورني، حب الرحله. انت لما تبدا من 1 الى 100 حب هذا الشيء الطريق، اما لما ما تحب الطريق تبدا تتذمر اي شيء يصير، يا الله والله ما زبطت، والله ما مشيت الامور، والله ما ادري ايش. لا،
ليش 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 تدمر يا اخي؟ خليك متفائل ايجابي، وانه واحنا يا اخي مسلمين وعندنا التفاؤل هذا شيء يا اخي يعني نتجازى عليه من الله. يعني شيء ضروري جدا ان نفهم انه التفاؤل شيء مهم، وتكلمت عنه في حلقه ليش تركت الدراسه. بعدين في نقطه ثانيه وتكلمت عنها في السناب شات حقين اوبر حقين واتساب، اغلب الناس اللي ناجح اليوم كل نجاحاته تقريبا على عمر فوق الثلاثين. يعني انت دحين هذه السنوات كلها تكون شغل، يعني ما تقول لي فجأة يوم انا من اصير 30 والله راح انتج شيء، لا لا، انت من 20 الى 30 قعدت تشتغل، او من 30 الى 35 او ايا من كان. حق كي اف سي اللي هو المطعم كان عمره تقريبا 65 وسوى المطعم. ايش عذرك انت عمرك بين، اتوقع اغلب الناس اللي تابعوني من عمره من 18 الى 25، اذا انت تبغى هدف معين لازم تمشي عليه. الله عزه خير، اعطاني الكافي ببلاش. This is looks like it's on. The Sony, right? Yeah, it's a Sony. So see this? Yeah. Okay. I see what are you guys doing. Two different distinct looks that you cut back and forth in between for the interview. That's mad sharp. Look at this. طيب بس عشان نكون معاكم واضح وصريح، في تصوير عندنا، هذا فيديو للجامعة كلها، مديرة اللي هي هذه مديرة الجامعة، بس المعدات قاعدين يستخدموها هي يعني أشياء تستخدم في الموفيز، يعني في الأكشوال موفيز. بس عشان يجيبوا لقطة الانترفيو شوفوا كم قطعة عشان يجيبوا لقطة واحدة. أوكي، أول شيء شوف الإضاءة هنا، هنا الريفلكتر، إضاءة يخففوا من الإضاءة هنا، كاميرا A سوني، كاميرا B هي ال C300 هنا عشان دايما نصوروا الصور. شوف كم واحدة عشان بس يسووا هذه اللقطة، بس اللي تتكلم فيها اللي تتكلم فيها دي المدير. شوفوا هنا تقولوا لي ليش أحب التصوير. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حامد القباني من قناة حامد القباني. نسيت ايش بقول.